حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج نصف ساعه سياسه. في هذه الحلقه سنتناول العديد من المحاور، واهمها المحور الاول سنبدا به، وهو في الذكرى 28 للوحده، اليمن تتجه نحو الفدراليه. محاور عديده سنناقشها في هذا المحور مع ضيفي الدكتور شفيع العبد، وكيل وزاره الشباب والرياضه. استاذ شفيع، اهلا ومرحبا بك في حلقه اليوم. اهلا وسهلا بك عزيزتي، وتصحيح لست دكتور. اهلا وسهلا بك. في الذكرى 28 للوحده، ما هي المخاطر التي تواجه الوحده شمالا، خاصه مع اقدام الحوثيين على اقامه حكومه وجمارك وكل شيء خاص في الشمال؟ في المرحله الراهنه ما يواجه اليمنيين من تحدي اكبر، وليس في اطار مشروع دوله الوحده بقدر ما هو تحدي وجودي يهدد وجود الدولة في اليمن، وينذر بتلاشي هذه الدولة من على الخارطة السياسية بفعل الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي في 2014 على الدولة وعلى الجمهورية وعلى قيم اليمنيين بشكل عام. نعم. التحدي الأكبر اليوم لليمنيين ليس أيضا فيما يتعلق بحكم ميليشيات الحوثي في المناطق التي يسيطرون عليها، أيضا في بعض المشاريع الأخرى التي ظهرت في إطار المناطق المحررة ومحاولة إيجاد قوى تعمل خارج نطاق الشرعية وتعمل تحت يافطة استعادة الدولة بعيدا وبمعزل عن القيادة الشرعية للبلد، وبمعزل عن الأهداف المعلنة للتحالف العربي المتمثل في دعم الشرعية. كل هذا يمثل خطر وجودي لليمنيين بشكل عام، ينذر بتلاشي هذه الدولة اليمنية التي يضحي اليمنيون منذ 4 سنوات لاستعادتها وللحفاظ على ما تحقق من منجزات لهم طيلة العقود الماضية. نعم، مشكلة الوحدة اليمنية لم تظهر من اليوم، مشكلة الوحدة اليمنية. نعم بالتأكيد. اسمح لي أستاذ شفيع، لكن جنوبا ما هي المخاطر التي تهدد الوحدة اليمنية، وهل هي قوية لدرجة تهدد الوجود السياسي لدولة الجمهورية اليمنية، أم ماذا أنت تعتقد حول ذلك؟ عزيزتي، مشكلة الوحدة اليمنية والمخاطر حول الوحدة اليمنية لم تظهر منذ اليوم، عندما ظهرت منذ اللحظات الأولى لميلاد مشروع الوحدة الذي تم تحقيقه على عجالة سريعة. ذنب الوحدة اليمنية أو جريرة الوحدة اليمنية أنها تحققت في عهد أسوأ نظامين حكم الشطرين، فبالتالي جاءت الوحدة متعثرة منذ اللحظات الأولى ومرت بعقبات كثيرة أدت إلى إجهاض هذا المشروع بحرب صيف 94، وتحويل مشروع دولة الوحدة إلى حالة من الاستثار للمخلوع صالح وعصابته التي حكمت اليمن وعبثت كل شيء ودمرت هذا الحلم الجميل لليمنيين. اليمنيون حاولوا بقدر المستطاع أن يقدموا رؤى مختلفة وصيغ بديلة لهذا المشروع، بدأت منذ إعلان تيار إصلاح مسار الوحدة بعد حرب 94، لكن ظل نظام المخلوع سد أذنيه، لا يستمع لكل الأصوات العقلانية التي نادت بضرورة إيجاد إصلاح حقيقي داخل هذا المشروع حفاظا على المنجز الكبير الذي تحقق لليمنيين. فظل يتمادى بكثير من السلوكيات والتصرفات والسياسات التي أدت إلى انهيار كل ما له علاقة بمشروع الوحدة، ما جعل اليمنيين يفكرون في صيغ بديلة تجلت في مؤتمر الحوار الوطني، وذهب اليمنيون للتفكير نحو إيجاد الصيغة البديلة والمتمثلة بالدولة الاتحادية. نعم، يعني نحن اليوم ونحن نتجه نحو الفدرالية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني، هل باعتقادك هي الحل لتصحيح مسار الوحدة؟ الحل الرئيسي اليوم لليمنيين والمعركة الرئيسية لليمنيين اليوم هي استعادة الدولة. إذا استطعنا أن نستعيد الدولة نستطيع من خلالها أن نتناقش ونتبارز مشاريعنا السياسية، وكل طرف يقدم ما لديه. لكن اليوم في ظل أننا نضع العرب قبل الحصان، نتحدث عن صيغة لدولة الوحدة، صيغة البديلة لمشروع دولة الوحدة في ظل غياب مشروع الدولة الذي يمكن أن نناضل تحته بمختلف الصيغ التي نريدها للمشاريع السياسية المختلفة. أعتقد أنه حالة من العبث. اليوم معركتنا الرئيسية هي كيف نستطيع أن نستعيد الدولة. في السنوات السابقة كنا مع ذكرى الوحدة كنا كل طرف سياسي يعلن مبادراته ومشاريعه ويحتفي بالوحدة على طريقته الخاصة أو يخرج رافضا للاحتفاء بمشروع الوحدة، لكن اليوم نحن بلا دولة، نحن في ظل كيانات متعددة، كيانات تعمل خارج نطاق الشرعية، مناطق ما زالت تسيطر عليها الانقلابيين ومناطق أخرى محررة لا أثر للشرعية فيها، هناك قوى أخرى على الأرض تعمل
كمعيقة لحضور الدولة، كمعيقة أيضا لحضور الشرعية وبسط سيادتها على هذه المناطق المحررة. نعم، سأنتقل معك أستاذ شفيع، اسمح لي، إلى فكرة الأقاليم. إلى أي مدى ترسخت هذه الفكرة، وأيضا الواقع والممارسات من قبل السلطات المحلية في فكرة الأقاليم تحديدا؟ الأقاليم ما زالت هي موجودة في إطار مسودة الدستور وفي إطار الخطاب السياسي للسلطة وللقوى السياسية الأخرى، لم تنتقل إلى الواقع. ما زالت المحافظة تعمل في إطار سلطتها المحلية الخاصة بها. لم يعلن كشكل من أشكال الأقاليم حتى نموذج واحد، لم يعلن مثلا، لم نبدأ بتطبيق إقليم عدن أو إقليم سبا أو إقليم حضرموت كمناطق محررة. ما زلنا نتحدث عن محافظات، فبالتالي لا نستطيع القول أن هناك خطوات إيجابية على الأرض بدأت باتجاه تنفيذ أو تحقيق موضوع الأقاليم واقعا داخل هذه النطاقات الجغرافية المختلفة. نعم، المقاومة الجنوبية في الساحل الغربي وأيضا في صعدة، فيما تدافع عن تعز تحديدا عن عدن ومأرب وعن حضرموت وشبوة، باعتقادك كيف انعكس على الوعي الشعبي بالوحدة في ظل هذه الأحداث؟ أعتقد أن المقاتلين في مختلف الجبهات ومختلف المناطق عندما ذهبوا لم يذهبوا من أجل مشروع سياسي معين، كان الذهاب إلى المعركة من أجل التصدي لهذا العدو القاشم الذي يهدد اليمنيين وجوديا، يهدد قيم التعايش، يهدد الدولة اليمنية بشكل عام. كل اليمنيين استشعروا هذا الخطر بأن هذا المشروع يهدف إلى تقويض اليمنيين وتحويلهم إلى حالة من العبيد لطبقة معينة من الذين يدعون صفوة المجتمع ولديهم تفويض إلهي بالحكم. هنا استشعر اليمنيون الخطر، لم يفكروا في انتماءاتهم المناطقية فذهبوا لمواجهة هذا المشروع، فحدث لدينا وحدة يمنية حقيقية داخل الجبهات المختلفة التي تصدت لهذا المشروع الانقلابي. وما زالت هذه الصورة الجميلة من الاتحاد اليمني داخل هذه الجبهات مستمرة، والدم اليمني يختلط في مختلف الجبهات باتجاه القضاء على هذا المشروع واستعادة الدولة من بين انيابه، حيث ما زال العبث جاري بالمقدرات البلد في مختلف المناطق التي سيطر عليها الانقلابيون. نعم، قبل أن أختم معك اسمح لي أستاذ شفيع، كيف يمكن استعادة الإيمان بأهمية الوحدة اليمنية جنوبا وشمالا؟ نحتاج بقدر كبير جدا إلى قوى سياسية حية، قوى سياسية ناضجة تتصدر المشهد اليمني شمالا وجنوبا، يكون همها الأول كيفية إيجاد قواسم مشتركة بعيدا عن تصفية الأسف الشديد القوى السياسية اليمنية الراهنة بقياداتها الراهنة تعمل من منطلق تصفية خصومات ماضوية فيما بينها البين، فهذا انعكس سلبا على الحالة اليمنية وانعكس سلبا على الوعي اليمني. إذا اليوم نحتاج إلى قيادة حقيقية داخل هذه القوى السياسية تستشعر الخطر وتنطلق من منطلق الوطن ومصلحة الوطن قبل أي، وتتجرد من كل الخصومات والمصالح الذاتية لديها وخصوماتها فيما بينها البين. متى ما وجدت قيادات سياسية حقيقية داخل هذه القوى السياسية نستطيع أن ننتقل باليمن إلى بر الأمان. نعم بالتأكيد. يعني الأستاذ شفيع العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذن كان معنا مشاهدينا الكرام في هذا المحور وهو في الذكرى 28 للوحدة اليمن يتجه نوع الفيدرالية الدكتور شفيع العبد وهو وكيل وزارة الشباب والرياضة، تحدثنا في بنود عديدة حول ذلك. ننتقل وإياكم في محور آخر الآن وهو جيش الشرعية يقترب من مركز مديرية حرض، يعني تفاصيل عديدة يمكن أن نطلع عليها في حول ذلك، وأيضا أمور يمكن أن نناقشها مع ضيفي الكريم وهو العقيد محمد الخولاني وهو رئيس شعبة التوجيه المعنوي المنطقة العسكرية الخامسة. هل العقيد محمد الخولاني معنا الآن؟ نعم عقيد محمد، أهلا وسهلا بك عقيد، يعني أعطينا صورة عن المشهد العسكري بالمنطقة الشمالية الغربية حاليا، تفضل. والله طبعا شهر رمضان شهر انتصارات كبير جدا، وهنا في المنطقة العسكرية الخامسة في المعركة الأخيرة وهي من أجل تطهير وتحرير مديرية حرض من الميليشيا الانقلابية. نعم. بعد استكمال السيطرة على سلسلة جبل النار الاستراتيجية، الآن قواتنا تتقدم غربا باتجاه مركز المديرية، وتم السيطرة بالأمس على سائلة حرض والكسارة واقتربنا كثيرا. يعني في هناك بعض العوائق اللي الألغام وكذا يتم تجاوزها إن شاء الله، وقريبا ستكون حرض تحت السيطرة. نعم، ما هي آخر العمليات العسكرية في جبهة حرض وأيضا تفاصيل القتلى والجرحى حتى هذه اللحظة؟
القتلى الميليشيا بالعشرات، وايضا هناك جرحى وهناك اسرى. تم الاستيلاء ايضا على العديد من الاسلحه واستردادها الى الجيش الوطني الذي كانت قد سرقتها الميليشيا من قبل مخازن اسلحه وجدناها مع الميليشيا الانقلابيه الذين اما هم قتلى واسرى والاغلب فروا هاربين من قبل بدء المعركة، من بداية المعركة قبل ما أن يصل الجيش الوطني. نعم. نلاحظهم بأنهم الأغلب يفرون أمام قواتنا، العدو منهار تماما. نعم، في المعارك الساحلية دائما تبدو الألغام من أكبر العوائق التي تعيق حركة الجيش، يعني هل لديكم كاسحات ألغام؟ هل كيف تتعاملون مع هذه الألغام لتقليل المخاطر التي ربما يتعرض لها الجيش والعديد أيضا من الأبرياء؟ توجد لدينا كاسحات الالغام من الشقيقه المملكه العربيه السعوديه وقوات التحالف، طبعا نقاتل يعني كتفا بكتف والى جوار بعض كلنا، ونحن وقوات التحالف العربي المشترك من اشقائنا الجنود السعوديين والسودانيين والكل يعمل. وكاسحات الالغام طبعا لانها بطيئه لا تتقدم منذ البداية، تتقدم فرق الألغام التي تفتح الثغرات ويتقدم الجيش الوطني للسيطرة على المنطقة، وبحيث أن تتأمن المنطقة لكاسحة الألغام بعد السيطرة التامة لتطهير المنطقة من الألغام. يعني هل ربما يكون الجيش بعد انتصاراته الأخيرة قد أصبح قريبا من السيطرة على المركز بشكل عام؟ الآن أطبق الحصار، يعني الجيش الوطني الآن أتى من خلف المركز المديرية ومن الشرق ويتجه من الجنوب وإلى الغرب، يعني الميليشيا إن شاء الله قريبا ستخرج من مديرية حرس وستخرج من بقية مديرية حجة إن شاء الله، والجيش المعنوي معنوياته الجيش الوطني معنوياته مرتفعة ناطح السحاب. نعم، نتمنى دائما أن تبقى هذه المعنويات عالية، لكن أهمية السيطرة على مركز المديرية في ظل هذه المعنويات العالية وأيضا في ظل هذا التقدم للوصول إلى المركز، في حال السيطرة على المركز أهمية ذلك في تقدم الجيش في المعارك المقبلة؟ والله العامل الأبرز والأهمية الاستراتيجية لمديرية حرس أنها أولا أنها منفذ بري يعني مع الشقيقة المملكة العربية السعودية، ثانيا الشريان الوحيد والاستراتيجي الذي كانت تعتمد عليه الميليشيا من عبر الساحل الميدي عبر خط حرس الى صعده انتهى تماما، الان حوصروا الان، يعني اهميه حرس لا تكمن فقط في حجه بل تصل الى محافظه صعده ايضا. نعم، يعني في ظل هذا المشهد السياسي وفي ظل هذه الأحداث، كلمة توجهها للجيش وأيضا للأبرياء ولجميع اليمنيين الذين يتواجدون في حرس تحديدا في ظل هذا التطور وهذا التقدم للجيش، يعني هل بالتأكيد هناك دور أيضا على المواطن اليمني وعلى السكان المقيمين في هناك لمتابعة هذه العمليات وأيضا ربما يفيد ذلك بصالح الجيش الوطني، ماذا توجه من خلال هذا المنبر؟ والله من خلال هذا المنبر الإعلامي المتميز أوجه عدة رسائل، أولا لأبطالنا أبطال الجيش الوطني فعلا هم من يحققوا هذا النصر، وهم الذين الآن في متارسهم ويتقدمون باتجاه العدو، يعني كلنا يعني نقبل رؤوس هؤلاء الأبطال بقيادة طبعا لأن قيادتهم قائد اللواء قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، وايضا قائد لواء القوات الخاصه العميد محمد الحقوري، هم من يتقدمون الصفوف، والضباط ومنتسبي المنطقه الخامسه من وراهم يحررون البلاد، فنقول لهم شكرا جزيلا، نقول للمواطنين في المناطق المحرره بان الجيش الوطني جاء ليستعيد الارض اليمنيه وانتم في امان، ولدينا يعني تكتيك خاص بحيث انه نميز من المقاتل من غير المقاتل. إذا وصلنا إلى منطقة تواجد المواطنين، طبعا حرس تم تهجير المواطنين منها وأصبحت منطقة عسكرية كاملة، لكن في حيران وجدنا مواطنين نتعامل معهم على يعني بأمان، الصيادين يشتغلوا في أماكنهم، يذهبوا إلى البحر، التحركات المدنية طبيعية،
لكن نستهدف فقط العسكريين فقط، ونطمئنهم بأن كل شيء في أمان، ونقول للشعب اليمني بأن عودة الجمهورية اليمنية سنستعيدها قريبا بإذن الله عز وجل. نعم، كل الشكر أيضا لكم أنتم رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الخامسة العقيد محمد الخولاني، كنت معنا عبر الهاتف، وللحديث أيضا في هذا المحور وهو جيش الشرعية يقترب من مركز مديريات حرض. كل الشكر لك عقيد مرة أخرى، أيضا كل الشكر لكم مشاهدين الكرام. في هذا المحور نصل إلى نهاية حلقتنا والتي تناولنا بها محورين، وهو جيش الشرعية يقترب من مركز مديريات حرض، بالإضافة إلى الذكرى 28 للوحدة والتي اليمن يتجه فيها نحو الفيدرالية. شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم غدا بحلقة جديدة في أمان الله.